السلام عليكم السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. السلام عليكم السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. فهذا قبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه أزواج النبي اللي مسؤولين هنا؟ جويرية بنت الحارث سودة جمعة عائشة بنت أبي بكر وميمونة بنت الحارث وحفصة بنت سيدنا عمر حفصة بنت عمر أم حبيبة أم سلمة وصفية وزينب. هنا قبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.